وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الباحث الاستراتيجي والمحلل السياسي مروان عربي. أهلا بك أستاذ مروان. أهلا وسهلا بك، تحياتي. أهلا بك. إذن للمرة الثانية تستهدف إسرائيل منطقة تلة الحارة في درعا خلال شهرين، أين تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه التلة، ولماذا تكرر إسرائيل استهداف هذه النقطة؟ نعم، بعد سقوط المشروع الإسرائيلي الإرهابي على الأرض السورية وخسارة مصالحه وعناصره من جبهة النصرة وبعض المجاميع الإرهابية والمسلحين، سقوط هذا المشروع الإسرائيلي جن جنون الإسرائيلي والأمريكي، وبدأ الإسرائيلي منذ عدة أشهر بالاستفزازات من عن طريق الجو بإطلاق صواريخ من داخل بين قوسين من داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية والسورية، يطلق صواريخ على بعض المواقع العسكرية في الجنوب، وتأتي تلة الحارة التي لها أهمية استراتيجية وكان لها دور كبير جدا في حرب التحرير 73، حرب التحرير التحريرية كان لها دور استراتيجي ومهم جدا. فيأتي القصف الإسرائيلي لبعض المواقع العسكرية، ولكن هذا القصف ليس له أي قيمة من الناحية العسكرية، يعني ليس له أي جدوى عسكرية، إنه فاشل عسكريا. تم إطلاق الصواريخ من الأراضي المحتلة، وتقوم الدفاعات الجوية السورية بإسقاط كثيرة كبيرة جدا من هذه الصواريخ، وبعض الصواريخ تقع على بعض المواقع العسكرية. طيب أستاذ مروان، يعني السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الدفاعات السورية لا تستخدم أو لا تفعل منظومة S-300 الروسية، يعني رغم الغارات الإسرائيلية المتكررة لأماكن ومناطق داخل سوريا؟ بس أول السؤال ما كان في صوت. بالنسبة لماذا الدفاعات الجوية السورية لا تفعل منظومة S-300 الروسية رغم الغارات الإسرائيلية المتكررة؟ نعم، الغارات الإسرائيلية تأتي ليست بالطيران منذ أكثر من سنة، ليست بالطيران، إنما بالصواريخ تطلق من سهل البقاع أو من البحر أو من الجولان المحتل أو بعض المواقع بإسرائيل. يطلق بالصواريخ من داخل أراضيهم. فتفعيل منظومة الاستهداف، ليست بحاجة الدولة السورية ولا الدفاعات الجوية السورية لتفعيل هذه المنظومة حاليا، لم ترى القيادة العسكرية ضرورة حاليا. هناك منظومة الاثنتين ومنظومة أخرى تؤدي الواجب العسكري والدقيق لإسقاط الصواريخ الإسرائيلية، وهذه المنظومة الاثنتين الموجودة في سوريا منظومة أثبتت فعاليتها بعد التعديل العسكري من قبل الخبراء السوريين، وأصبح لها مفعول كبير. ونلاحظ وخصوصا عند ضرب بعض المواقع من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ، نلاحظ سقوط أكثر من 90% من الصواريخ يتم إسقاطها من قبل الدفاعات السورية في الأراضي السورية. السؤال الأخير أستاذ مروان، بالنسبة للموقف الروسي، أين هو الموقف الروسي الحليف الأبرز لدمشق أمام هذه الغارات الإسرائيلية المتكررة؟ يعني لا نلاحظ أي تصريح واضح أو موقف رسمي من هذه الغارات. نعم، الحليف الروسي طبعا هو حليف وهو موجود في الأراضي السورية تبعا لقرار الحكومة السورية وبدعوة من الحكومة الشرعية السورية. الحليف الروسي هو دولة عظمى له مصالحه الاستراتيجية في الإقليم وفي العالم. نعم، أكثر من مرة أدان الروس القصف الإسرائيلي ووجهوا أكثر من تهديد سياسي وحتى تهديد آخر، وخصوصا بعد إسقاط الطائرة الروسية. كان أيضا للروس دور كبير بإرسال التعزيزات العسكرية وبإرسال الاستكاثير إلى الأراضي السورية وبإرسال تعزيزات أخرى عسكرية. هناك رد روسي لدعم القدرات السورية من الناحية العسكرية، هناك بعض أنواع الأسلحة كان لها خط أحمر لعدم إرسالها إلى سوريا، تم إرسالها إلى سوريا ردا على هذه الاستفزازات الإسرائيلية. هذه الاستفزازات الإسرائيلية سيدي ليس لها قيمة عسكرية. الإسرائيلي
الإسرائيلي يقوم باستفزازات كرد فعل لخسارة مشروعه التوسعي الإرهابي على الأرض السورية بعد تسليم هذا المشروع جنة جنونه. أشكرك جزيل الشكر الباحث الاستراتيجي والمحلل السياسي مروان عربي، كنت معنا مباشرة من دمشق.